يعني إذا جايبني نحضر عرس ابن عمك بالعرس الجماعي ما بطلعني مشوار؟ ما بفهمه فيه، دقروه يعني دقروه. لك إيش بيك؟ ما منلحق، العرس الجمعة ما ضل وقت، ما بفهمي؟ ما بفهم، دقروه على جبل 40 تبع اللادقية. قال إشو؟ إش مناظر وإشتغلات كويسة؟ ما بفهم، دقروه دقروه دقروه. عبس هالمخلوقة ما بفهم علي، أمشي ونوتشي قصر الشر. شم شم هالروائح العطيرة، لك شوف هالمناظر، حابسني مثل الدبدوب بالبيت. تفرج تفرج ايش خلق ربي، احسن من هالخلقة. والله كويسة وما فيها مصرات، بس والله الروائح مثل الزباية اللي عم تحترق تحت بيتنا. لك ايش فهمك انت؟ شوف هالضباب منتشر في كل الارجاء، ايش قد منظوم، لك حاسة حالي في لندن، مدينة الضباب. لك ايش الضباب؟ هي دخني قطشمة. ما رد عليك، لا تخرب علي فرحتي. وفيه وفيه، شوفي النار شوفي النار شلون. لك انا نار فينا، لك هات شفق شفق يا بهيم. وفيه وفيه عم تحترقي، مثل لما يا جبانتي عم احترق. ولي ولي انتي بجنم الحمراء. ولي ولي.